وهنا كنت في مفاجأة وعدتكم بيها وهدايا الرأس السنة. تعالوا معايا شوفوا احنا جبنا وهنا بعد ما دخلنا المول عمالين ندور على الهدايا اللي احنا هنجيبها، وناصر واقف عمال يلعب مش عارف بيلعب بايه. يا ابني اكبر يا ابني، وزي ما انتم شايفين مبتسم للحياة زي ما تقول اول مرة بيلعب بألعاب اطفال. والتاني ماسك عروسة فرحان بيها قوي. وفجأة لقيت ناصر واخد جنب لوحده بيتفرج على ساعات، فبيسألني ساعات بنتني دي ولا ايه؟ واول ما شاف سعرها حطها مكانها تاني. وهنا بنتمشى في المول واخدين بالكم من ناصر يا جماعة، احنا اهلاوية برضو. وهنا لقيت لعبة كده مليانة حيوانات. قلت لكم ناصر مساكة بيقول له والنبي هتهالي والنبي هتهالي. روح يا عم سيبها مكانها يا عم، انت عيل صغير يا عم. المهم سيبناها مكانها وخدنا بعضنا ودخلنا جوه شوية. وهنا وانا بتمشى اول ما شفت الشخليلة جريت عليها. قلت له لا لازم ناخدها، لازم تخش جوه البوكس، لا 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 لازم ناخدها. وهنا ناصر عمال يقول لنا لا، في محاولة اقناع مع احمد فعجبته. قلنا طب ماشي. المهم هنا ناصر في حاجة لفت انتباهه فبيلفها تخض على السعر فوقعت. فوقت علشان يجيبها برضه لسه مصدوم في السعر فسابها مكانها تاني. هنا بقى لقينا ناصر واخد جنب كده لوحده، هنا اقتنع بالشخليلة. اهو شخليل يا ناصر شخليل. وهنا بقى بعد ما خلصنا لف نيجي وقت الحساب، وقفنا عند الكاشير مستنيين دورنا. ناصر هنا كل شوية يبص للراجل مستعجل شوية، معلش قلت له استنى شوية. وهنا جت الكاميرا على وشي قلت له ازيك عامل ايه حبيبي حبيبي. وطبعا ما انساش ناصر مبتسم للحياه. احمد مش معانا خالص، احمد مع التليفون. يا احمد بتكلم مين؟ قال لي ام العيال. قلت له طب خلص خليك على راحتك. المهم هنا خلاص قربنا نخلص وجينا علشان نحاسب، لقينا الراجل بيقول لنا ممنوع التصوير وانتهى الفيديو على كده.